السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم غادي نقدم لكم فكرة ديال عصير. بالنسبة لهذا العصير كنحتاجو نصف لتر من عصير الليمون، وكنحتاجو 500 غرام ديال السويلة، وهنا عندي جوج معالق ديال السكر، وكيبقى حسب الذوق. بالنسبة للناس اللي كتعجبهم الحلاوة زايدة يزيدوها، بالنسبة للناس اللي ما تياخذوش السكر ممكن كاع ما يستعملوا السكر. دونك غادي ناخذ السويلة نديرها في الخلاط الكهربائي، وغادي نزيد عليها عصير الليمون، وغادي نزيد السكر، وغادي نديرها تطحن. العصير ديالي من بعد ما وجد. كنتمنى تعجبكم الوصفة، صراحة كيجي لذيذ وغسال بزاف. كنتمنى تعجبكم الوصفة. ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي في يوتيوب، ديروا جيم لاباج وتبارطاجيو لا فيديو، وبصحة.